يعني. بس انا كمان كان فيا يمكن بعمل حسابي ان الشغل له وضعه وله مكانه، والبيت له وضعه وله مكانه. زيادة في تكريم أستاذتنا الدكتورة لطفية النادي، يسعد كلية العلوم أن تتقدم أو تقدم لسيادتها درع الكلية، يقدمه الأستاذ الدكتور عميد الكلية وأستاذنا الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة. أبناء الخريجين، إن هذا اليوم هو يوم عيدكم، اليوم الذي تنتظره الكلية كل عام لتشهد معكم ثمرة الجهد الذي بذلتموه أنتم وأولياء أموركم، لنقدم لكم التهنئة بهذا الحدث الجليل، ونبارك لكم جني الثمار التي زرعتموها خلال الأعوام السابقة. يسعدني أن أقدم لكم كلمة أوائل الخريجين يلقيها الخريج علي عاصم عبد القادر، أول خريجي دفعة 85. السلام عليكم. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عميد الكلية، أساتذتي الأعزاء، الآباء والأمهات، إخوتي الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش هطول، أولاً أنا كل اللي عايز أقوله إني بشكر والدي ووالدتي اللي من غيرهم ما كانش زماني واقف هنا النهاردة. هما اللي اهتموا بتعليمي وبذلوا أقصى مجهود في ده، من أول ما الواحد دخل المدرسة لحد ما دخل الكلية دي، كلية العلوم، وحظى بشرف إنه يلتحق بقسم الرياضيات، القسم اللي أثر جداً في حياتي، قسم مميز في كلية مميزة، قابلت فيه أفضل دكاترة ومعيدين، وقابلت أحسن زملاء وأصدقاء، هما اللي خلوا الأربع سنين اللي قضيتهم في الكلية دي أحسن أربع سنين عدوا عليا. يعني هو ده كل اللي عايز أقوله مش أكتر. أشكركم، وبوجه شكري تاني للآباء والأمهات لأن هما السبب في أي خير إحنا فيه دلوقتي، وأتمنى التوفيق للكل، والحمد لله على النعم ده اللي إحنا فيها دلوقتي دي. بس أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله. في إطار احتفالية الكلية بعيد الخريجين هذا العام، فقد أنعم الله علينا بحصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وذلك بفضل جهود من نخبة من أساتذة الكلية أمضوا سنوات طويلة في عمل شاق ودؤوب إلى أن تحقق هذا الاعتماد. السيدات والسادة، نستمع الآن إلى كلمة
الأستاذ الدكتور عبد الجواد فهمي المدير السابق لوحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، السادة الأساتذة النواب رئيس الجامعة، أستاذ دكتور سيد فهيم عميد الكلية والعمداء السابقون، السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس، السادة الضيوف المحترمون أبناء الطلاب، أتشرف بأن أقف اليوم متحدثا باسم فريق الجودة بالكلية والذي أتم عمله بحمد الله بالحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتمدد في يوليو 2014. في البداية أتوجه بالشكر إلى إدارة الجامعة التي لم تتوانى في دعم الكلية وتلبية كل احتياجاتها، كما أشكر مركز ضمان الجودة بالجامعة على الجهد الدعم الفني الفعال الذي قدموه لنا طوال عملنا، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والتي كان لها دور واضح وداعم للكلية لاستكمال متطلبات الاعتماد. كما أشكر السادة الأساتذة عمداء الكلية الذين عاصروا مشروع الجودة منذ بدايته حتى الحصول على الاعتماد على الدعم الوافر الذي لم يتوقف لحظة، وتسخير جميع إمكانيات الكلية لدعم المشروع. ولا يفوتني أن أذكر في هذا الموقف زميلان عزيزان كان لهما دور واضح وملموس في أعمال الجودة وتنفيذ المشروع، وهما المرحوم الأستاذ الدكتور أشرف والي والمرحوم الأستاذ الدكتور لطفي زكي رحمهما الله. وكنت أتمنى أن يكونا موجودان معنا الآن لرؤية ثمار عملهما. لقد مر اعتماد الكلية بطريق طويل، بدأناه في عام 2009 حين بدأت وحدة ضمان الجودة في الإعداد للتقدم للحصول على مشروع من مشاريع التطوير المستمر والتأهيل الاعتماد، حيث كوننا 50 فريقاً لتغطية الإعداد وتحديد رؤيتهم في جميع مناحي أنشطة الجودة. وكان كل فريق يتكون من 3 إلى 8 أعضاء من هيئة التدريس والعاملين والطلاب. ثم تم دمج أنشطة الفرق 50 في 16 فريق مكونين من رؤساء المجموعات 50 لإعداد المعايير 16 المطلوبة للتقدم، بالإضافة إلى فريق متخصص لإعداد الخطة الاستراتيجية للكلية والتي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة وكذا الدراسة الذاتية للكلية. وقد تم التواصل مع إدارة الكلية وأقسامها 10 لكي يحدد كل قسم احتياجاته ومتطلباته من الأجهزة والمستلزمات في المشروع. ولقد تم دمج هذه الاحتياجات في خطة تنفيذية وجدول زمني لإمداد الأقسام بالأجهزة المطلوبة، وبالتالي تم التقدم للحصول على مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد والذي وفق عليه وحصلت عليه الكلية على المشروع من أول مرة تقدمت فيها. ولقد تم إعداد خطة لتزويد الأقسام بالأجهزة التي أعدتها الأقسام مسبقاً بناءً على اختيار كل قسم، حتى أن قسم علم الحيوان قد غير بالكامل خطته للأجهزة نتيجة لتغيير الأولويات بالقسم، وتم تغيير الخطة الجديدة، وقد انتهى العمل بالمشروع وتنفيذه بالكامل في 2013. ولقد ساهم في تنفيذ المشروع أكثر من 65% من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما ساهم فيه أكثر من 50% من العاملين بالكلية، والكل في مجالات تخدم المستفيد النهائي من المشروع وهو الطالب. ولقد كان من النتائج المباشرة لتنفيذ المشروع 1 التوصيف الكامل لجميع برامج الكلية وعددها 26 برنامج لمرحلة البكالوريوس، بالإضافة إلى 51 برنامج ماجستير و 51 برنامج دكتوراه و 28 برنامج دبلوم، بما يقابل 130 برنامج للدراسات العليا فقط. 2 التوصيف الكامل لجميع مقررات الكلية التي تتعدى 1800 مقرر. 3 اعتماد المعايير الأكاديمية لبرامج الكلية. 4 وجود خطة استراتيجية للكلية تتجدد كل 5 سنوات. 5 تكوين وحدات مساعدة في الكلية هي إدارة الأزمات والكوارث وإدارة متابعة الخريجين
ووحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم الإلكتروني والاستبيانات والتدريب. 6 وجود لجان للجودة بالأقسام. ولا يسعني في النهاية إلا أن أتمنى التوفيق لزملائي القائمين على الجودة بالكلية، فالجودة عملية مستمرة والتطوير لا يتوقف. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، نواصل تقديم الفقرات. نعلم جميعا أن العلم وحده هو القادر على حل المشكلات في أي مجتمع ما، ولا وجود لمستقبل مشرق ومشرف إلا بالعلم وازدهار المعرفة ونشرها. من هنا كانت أهمية كلية العلوم في المجتمعات. وفي مصر أنشئت كلية العلوم في مارس 1925 بأقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم النبات وعلم الحيوان والجيولوجيا. رأس قسم الجيولوجيا في ذاك الوقت الأستاذ الدكتور علي مصطفى مشرفة، والذي أصبح من بعد أول عميد لهذه الكلية في مايو سنة 1936. بعد ذلك أنشئ قسم علم الحشرات في 48، وفي عام 1950 تم نقل الكلية من مكانها السابق في العباسية إلى المكان الحالي الذي نحتفل اليوم بعيدها. استكملت الكلية بإنشاء قسمي الجيوفيزياء والفيزياء الحيوية عام 1982، إضافة إلى برنامج التقنية الحيوية وبرنامج علوم البترول. هذه الكلية تسعى دائما إلى تأكيد رسالتها وتحقيقها من خلال إدارات عدة، تعمل على تنظيم شؤون الطلاب والتعليم وتطويره المستمر ودفع مسيرة الدراسات العليا والبحث العلمي في كل جديد وحل المشكلات البيئية المحيطة وتنمية المجتمع وضمان ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية لصقل مواهب الطلاب في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، إضافة إلى جهاز يعمل على تحقيق معايير الجودة وحسن الأداء في كل قطاعات الكلية. هذا الفريق يتألف من الأستاذ الدكتور مجدي عمر وكيل الكلية لشؤون الطلاب والتعليم، الأستاذ الدكتور ممدوح نصار وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور طارق العربي وكيل الكلية لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، الأستاذ الدكتور أنور بكر رائد الشباب، الأستاذة الدكتورة نجوى رشدان رئيس لجنة الجودة. كل هذه القطاعات يديرها عميد قدير يضع نصب عينيه مسؤولية هذه التكليفات، وقد سبقه في هذه الكلية 24 عميداً يضع نصب عينه مسؤولية هذه التكليفات كي تظل كلية العلوم بجامعة القاهرة رائدة لمسيرة العلم والعلماء في مصر. أيها السادة الحضور، نلتقي الآن وكلمة الأستاذ الدكتور السيد فهيم السيد عميد كلية العلوم، فليتفضل.
معالي الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، سعادة الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر نائب رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، بنقول عروسة هذا الحفل اللي هو حفل عيد الخريجين. يسعدني ويشرفني أن نهنئ أبناءنا خريجي كلية العلوم جامعة القاهرة بالاحتفال بهم في عيدهم وهم على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الحياة، وأن أتمنى لهم أن يجددوا الولاء والانتماء لبذل المزيد من الجهد لوطنهم، وأن ما أشد ما تفخر به الكلية هو خريجوها، فهم خير جنود لهذا الوطن ومنارة العلم وبناة المستقبل. إن من دواعي فخري واعتزازي أن أكون على رأس هذا الصرح التعليمي الهام وهو كلية العلوم جامعة القاهرة، الذي نراه ينهض عاماً بعد عام، والتي منذ اللحظات الأولى لنشأتها سعت لتخريج متخصصين على مستوى عالي من الكفاءة قادرين على المنافسة محلياً وعالمياً. من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم وحمل راية البحث العلمي ليس على مستوى جامعة القاهرة فقط، ولكن على المستوى الدولي والعالمي، والكلية تسعى جاهدة للتطوير المستمر لبرامجها الدراسية سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو على مستوى مرحلة الدراسات العليا، وذلك لاستمرار تفوقها وزيادة مكانتها التنافسية كمنارة بحثية متميزة وتكوين شخصية متميزة للخريجين مما يساعدهم على التفوق والمنافسة في سوق العمل. كما تضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات العلوم المختلفة الذين يتميزون بالكفاءة والخبرة إقليمياً وعالمياً، حيث نكرم اليوم السادة الأساتذة الذين أثروا الحياة الإدارية والعلمية للكلية والحاصلين على جوائز علمية مقدمة لهم من الدولة أو من الجامعة تقديراً لجهدهم البحثي، فأتشرف أن أقدم لهم تحية إعزاز وتقدير وفخر. كما تفخر الكلية بحصولها على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مما يدل على أن الكلية لديها القدرة المؤسسية للفاعلية العلمية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأكاديمية العالمية وقدرتها على التطوير المستمر. كما أتشرف أن أقدم للسادة عمداء الكلية السابقين والسادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والعمال بالكلية بالشكر والعرفان لما بذلوه من عون وتوجيه للنهوض بالكلية وبناء جيل مستنير من أبنائنا الطلاب. وأيضاً أتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين بإدارة رعاية الشباب بالكلية والجامعة وإدارات الكلية جميعاً على ما بذلوه من جهد كبير شارك فيه الجميع لمساعدة الطلاب والخريجين في مناخ التعاون مناخ من التعاون والمحبة. إننا نتطلع إلى مستقبل مشرق مستنير لنصل بكليتنا إلى مكانة مرموقة لتكون في مصاف المؤسسات الأكاديمية العالمية، مع كل أمنياتنا بالتوفيق والتقدم لأبنائنا الخريجين. أبنائي وبناتي، إن الطريق أمامكم مليء بالتحديات، وعلى كل منكم أن يؤدي واجبه بإصرار وأمانة وثقة في مستقبلكم بما تملكون من علم ومبادئ سامية وقيم والعمل الجاد، وفقكم الله من أجل رفعة هذا الوطن العزيز، والله ولي التوفيق، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن جاء دور اللقاء مع جامعة القاهرة، الجامعة الرائدة في الشرق الأوسط التي تقود النهضة العلمية والثقافية في مصر. تم افتتاح جامعة المصرية كجامعة أهلية
في 21 من ديسمبر عام 1908 كنتيجة لجهود نخبة من قادة العمل الوطني ورواد حركة التنوير والفكر الاجتماعي في مصر. وفي 11 من مارس عام 1925 تم تحويلها إلى جامعة حكومية باسم الجامعة المصرية، واشتملت على كليات الآداب والعلوم والطب والحقوق. وفي مايو عام 1940 تغير اسمها إلى جامعة فؤاد الأول، ثم إلى جامعة القاهرة في عام 1955. وعلى امتداد سنوات القرن العشرين تطورت الجامعة وصارت من أهم وأعرق الجامعات. واللقاء الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس الجامعة، والتي سيعلن في كلمة سيادتي تخريج دفعتي 2013-2014، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة. السيد الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر نائب رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الأسبق، والسيد الأستاذ الدكتور السيد فهيم عميد كلية العلوم، سادة الوكلاء والأساتذة وأبنائنا الخريجين والأسر والأهل حاضرين معهم. الحقيقة أنه تخرج أو حفلة التخرج في كلية العلوم تختلف تماماً عن الكليات الأخرى، وهذا الحفل أيضاً يختلف أكثر لأنه يحمل اسم الأستاذة الدكتورة لطفية النادي أستاذ الفيزياء بجامعة القاهرة، والأستاذة القديرة والعالمة التي تمثل امتداداً لجيل من العلماء المصريين الذين أثروا هذا الوطن بعلمهم وثقافتهم وإبداعهم وعطائهم. هو يختلف لأنه يحمل اسم أستاذة رائدة وعالمة فاضلة تفوقت في كلية العلوم في زمن كان يعز فيه تفوق الفتاة. اليوم نحن في لحظة تاريخية مختلفة تماماً، حيث أننا كأساتذة في جامعة القاهرة عندما ننظر في قاعات الدرس التي ندرس فيها في كافة كليات جامعة القاهرة نجد أن الأكثرية هم فتيات جادات يبشرنا بمستقبل زاهر لهذا الوطن، لهن على الجامعة وعلى الوطن حقوق في الحقيقة يجب أن تتسع بقدر الرقعة التي يحتل